هنا ستامفورد بريدج مشاهدينا، والأمنيات لكم بأجواء رائعة أعزائي المشاهدين. من كابينة التعليق سوا فيكم أنا محبكم فارس عوض طيلة أوقات هذا اللقاء، علما بأن تكون وجهة ممتعة لكل الحاضرين والمتابعين. فريق تشيلسي يواجه ليفربول، نريدها مباراة كبيرة من الفريقين، نتمنى بأن نستمتع بها من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية. خطيرة عن جوتا، والكرة في المرمى بكل سهولة بدون أي مضايقات، يضع الكرة في المرمى الخالي. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. دياز محاولة لكن الحارس يتصدى بكل سهولة. كوفازيتش، تشيلسي يفقد الكرة الآن. يا سلام على الهروب، شوف الجيكاو في اللقطة الماضية. ضربة زاوية لليفربول، ممتاز الضغط على الخصم في هذه المنطقة. ركلة جزاء لليفربول، الحكم يكتفي بركلة جزاء ويحتفظ بالبطاقات في جيبه. يتقدم محمد صلاح لتنفيذ الكرة، يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تياغو الكانتارا، الآن مع أوباميانغ، دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. دياز خطيرة عن جوتا، محمد صلاح، الله على كرة في الشباك، محمد صلاح يحرك المدرجات. يستأنف اللقاء هنا بعد هدف جديد من ليفربول، يوسع به الفارق الآن. شوف اللقطة، ما راح أتفاجأ لو حكم المباراة احتسب الكرت الأصفر. خطأ يكلف لاعب تشيلسي الإنذار. يتمكن من قطع التمريرة، حاول يحطها من فوق حارس المرمى، لكن كان صاحي للعبة، خلصها وأنقذ مرماه. تمركزه يساعد كثيرا في استخلاص الكرة. الحارس يذهب لالتقاط الكرة. أوهو، خطأ من حارس المرمى قد يعاقب سريعا. تصدي للكرة وتعويض عن الخطأ في اللعبة الماضية، خطأ فادح كاد أن يتسبب بهدف مجاني للفريق الخصم. كوباتيتش، يا لحيب الله على التمريرة والتسديدة، والكرة تصل إلى الحارس. ستيرلينج على تنفيذ الضربة الركنية، لم تبعد الكرة بشكل سليم. كرة تصل لجواو فيليكس، كرة مع أوباميانغ، تدخل حاسم هنا في ال 18. ليفربول يسيطر ويستحوذ بشكل أكبر على الكرة كما هو واضح. هذه السيطرة ليست صدفة، مجهود كبير من اللاعبين، من المدرب، في رأيي هم في الطريق. مستحيل ضاعت كرة كهذه أمام المرمى من مسافة قريبة، كان يجب التركيز على وضع الكرة في الشباك. الكرة تتجاوز الخط في المباراة الآن، ممكن أن تكون خطيرة بعد البينية. روعة تسديد على الطاير، كانت قريبة جدا من المرمى. ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندب عليه. مستحيلة هذه، أليسون بيكر بالسرعة بردة فعل خيالية ينجح في التصدي. أي إبداع يا أليسون، الله على البرازيلي.
جوردن هندرسون. يا سلام على التمريره، يطير بنتي هنا ويتصدى للكره، بيلعب للكره في منتصف ال 18. يا له من اعتراف، ركنيه تنفذ بشكل قصير، فرصه خطيره لصلاح، مستحيل الكره، القائم يبعد الكره الى خارج الملعب. تصل الى محمد صلاح، عرضيه مرسله من محمد صلاح، راسيه بتروح بعيده عن المرمى، ما عرف كيف يوجه الكره بشكل مثالي. شوف الكره الراسيه، وبالتاكيد تحتاج الى موهبه، الى مهاره حتى يوجه اللاعب. رحيم ستيرلينج، تتغير وجهه السيطره، تصل الى محمد صلاح، قد نشاهد هجمة مرتدة خطيرة الآن، تسرع فيها وبالتالي ضاعت فرصة الهجوم المرتد، الكرة أصبحت مع الفريق الآخر الآن. بغير اتجاه اللعب الآن للجانب الآخر في أرضية الملعب. بتروح في مكان خطير، ضربة رأسية سهلة تصل لحارس المرمى. رحيم ستيرلينج، فرصة للتقدم من أمام ستيرلينج، يتوغل باتجاه المرمى، كان بالإمكان أحسن من مكان، الكرة بتتخلص في هذه اللحظات، ملعوبة إلى أبو صلاح. العرضية كانت ضعيفة ويخرجها المنافس الآن. ينتهي الشوط الأول مشاهدينا في ملعب الستامفورد بريدج هنا في ملعب البلوز. نعود الآن مع انطلاقة الشوط الثاني من هذا اللقاء. ليفربول يتفوق هنا أداء ونتيجة. فرصة خطيرة لصلاح، عرضية مرسلة من محمد صلاح، حسم الموقف الآن، انتهى التهديد على المرمى، يحدث تغيير في السيطرة، كرة مع ألكسندر أرنولد، الحارس يخرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. كوليبالي عليه لعب الكرة، أوباميانغ، الكرة يفقدها بعد تدخل الفريق الآخر، محمد صلاح بيتخلص من الرقابة، الفرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى، كرة بين يدي حارس المرمى، قرار سليم من الحكم بمنح الأفضلية لتشيلسي. كانتي يفقد الكرة في هذه اللحظات، وصلت لديوغو جوتا، الكرة تصل لهندرسون، تصدي لكنه لم يخرج الكرة، ينجح في التخلص في هذه اللحظة، ضربة ركنية بعد تدخل ممتاز، شوف كيف إبعاد الخطورة في اللقطة الماضية، إبعاد سيء، خطورة مستمرة، انتهت الخطورة وحسم الموقف، ممتاز في التقدم في اكتساب أرض في داخل مناطق المنافس. جوردن هندرسون، ليفربول يفقد الكرة، ملعوبة إلى أبو صلاح، خطيرة إلى القائم البعيد، تنتهي أي خطورة موجودة في هذه اللحظات،
تريد ألكسندر أرنولد. وتخرج الكرة إلى رمية التماس. أوباميانغ. كرة بتتخلص لكن الكرة بالطول وبتتحول إلى رمية التماس. أوباميانغ. كرة هدف في هذه اللحظات. مرت قريبة جدا من المرمى، كرة قوية من مسافة قريبة من المرمى، لكن يغيب عنها التوفيق. يتقدم بالكرة للهجوم. محاولة تنتهي، الدفاع ينجح في التغطية. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. في بداية الهجوم المرتدة كانت واعدة لكن في النهاية كانت مخيبة. عرضية إلى هافرت. أوهو، هدف خيالي، كرة استثنائية، أي نهاية عالمية، أي مهارة وكرة مقصية، كرة على الطاير، هدف من عالم آخر. الله على هذا الهدف. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. ليفربول يحاول استغلال الأطراف. خطيرة عن جوتا. مستحيلة هذه اللقطة، شوف الكرة التي غيرت مسارها، خدعت الجميع، لمسة واحدة أبعدت الكرة، كان ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية. فرصة لجواو فيليكس الآن. يا الله، ما الذي يحدث بالفريق؟ ما الذي يحدث أمامنا؟ هدفان سريعان كفيلان بإشعال الإثارة والندية في اللقاء. شوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. يستأنف اللعب هنا مع تقليص البلوز تشيلسي للفارق واقترابه من التعادل. لاعبو الفريق يلعبون بأريحية كبيرة مع تقدمهم في النتيجة ويحاولون كسب مزيد من الوقت من خلال التمريرات في وسط الملعب. ماخذ وقت الكافي، يحاول الوصول للمرمى ولكن بدون استعجال. فرصة خطيرة في هذه اللحظات، تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. هجوم مرتد في ظل تباطؤ المدافع. مستحيل هذا التصدي، إثارة كبيرة هنا. تصدي اللحظات الأخيرة وإنقاذ التقدم والمباراة. ستيرلينغ على تنفيذ الضربة الركنية. تاكلينغ مثالي. انطلاقة قوية من محمد صلاح. الله على المرور. لكن لا تكتمل هذه المحاولة وتنتهي الخطورة. 5 دقائق تفصلون عن صفارة النهاية. هدف يتيم ما يفصل بين الفريقين حتى الآن. بيعدي وبيمر بالكرة. يا رب، الكرة في المرمى والعودة اكتملت الآن. التأخر بثلاثية لتعديل الكفة في سيناريو درامي. مستحيل ما يحدث. جوردن هندرسون. الكرة بتضيع من لاعبي ليفربول.
وباميانغ بيضرب فيها الدفاع بكرة بينية. كرة تصل لجواو فيليكس، استخلاص ممتاز. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. محاولة إنهاء خاطئة حقيقة، افتقدت للتركيز، تشيب سيء جدا بل يصل إلى درجة المضحك. والآن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، الصافرة تعلن عن تعادل تشيلسي في مباراة اليوم. في الدقائق الأخيرة ظهرت عقلية الفريق وإصرار على تفادي الخسارة ونجح في إدراك التعادل قبل فوات الأوان. اليوم شاهدنا تألق كبير جدا من جانب صلاح، أداء رائع، هذا ما نتوقع من نجم بحجمه وقيمته وإمكانياته. عندما يكون هناك أداء استثنائي بهذا الشكل وتخرج النتيجة في النهاية متعادلة، بلا شك سيكون هناك حسرة كبيرة وإحباط مما حدث، لكن من الناحية الفردية كانت هذه مباراة للتاريخ بالنسبة له.